هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ ازيكم؟ وحشتوني جدا. قبل ما ابدا الفيديو حضري المشروب بتاعك. عموما عشان لسه واخده فيتامين، فقلت بدل ما اعمل نسكافيه او قهوه او كده قلت اشرب عصير مانجا. فبصوا بصوا يعني تنسيق ماشي ازاي مع بعض. ما كنتش واخده بالي خالص ان انا لابسه مستردة وهي اصلا لونها لون مانجا خالص. حلو قوي التنسيقات. عموما انا قافله المروحه علشان حضرتكم تسمعوا الفيديو من غير يكون في دوشه او وش، فعايزه اخلص الفيديو ده باي طريقه بصراحه. ليه؟ عشان الدنيا حر نار وانا قفلت المروحه عشان خاطركم. فشجعوني بقى ان اقفل المروحه عشان خاطركم، وحطوا لي لايك للفيديو وشير للقناه وللفيديو، وحطوا كمان سبسكرايب تحت الفيديو على طول لو انتم مش عاملين سبسكرايب، وفعلوا الجرس على الكل. ويلا خلينا نبتدي. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم. طعم حلو قوي. يلا خلينا نبتدي على طول. حلوين مشتريات النهارده. انا بصراحه يعني حاولت اشتريها من اماكن تكون شويه تقدروا توصلوا لها وتعرفوها لو انتوا عايزين تشتروا حاجه منها، وهحط لكم اللينكات دي في الديسكربشن. ما فيش اي ما بيني وما بينهم اي شغل ولا اي تعاون ولا اي حاجه خالص. انا اشتريت الحاجات دي بفلوسي وعجبتني، فانا حبيت افرجكم عليها عشان زياده الاسعار اللي ماشيه اليومين دول في مصر وفي العالم كله. تحاولوا تشتروا هدوم براحتكم، خصوصا ان احنا داخلين على الجامعه ومحتاجين هدوم جديده وهدوم بسعر اقتصادي شويه. فيلا بينا. اول حاجه انا رحت بافلي. سمعت عنه. اوكي، انا سمعت عنه من مها لايف ستايل، وانها في عروض وفي حاجات زي كده. وعايزه اقول لكم ان في ليه فروع كتير جدا. تقريبا 6 فروع. معرفش 6 ولا اكتر. لا اكتر من 6 فروع، ده كتير جدا طبعا. اول حاجه اشتريت لي زين. بابا صراحه هو اللي اشترى له. انا ما كنتش واخده بالي وطلع الدور الثاني. هو كان فين؟ كان في الابراهيم، لا في لجاتيه، ابراهيميه لجاتيه، تمام، في شارع لجاتيه. جاب له اللي هو اسمه ايه، المايو ده. شكله حلو قوي. ما علينا، بصوا شكله كيوت. وفي هنا سوسته من الظهر. انا استهوره بصراحه جاي على قده بالظبط، ومع ان هو مكتوب مقاس 4، فمعرفش ازاي هو مقاس 4 وهو كده. شايفين؟ طبعا هو صناعه مصريه، تقفيل كويس بتاعه، سعره حلو قوي. لان انا سالت عليه في اسعار في اماكن تانية بصراحه سعره كان صعب. واحلى حاجه عملوها هنا، احلى حاجه خدت بالي منها، السوسته اهي، وفي كده قماشه بتيجي كده، يعني في حته قماش كده بتيجي على السوسته كلها عشان ما تشوكش البيبي، لان مش هيبقى لابس حاجه تحته. فدي حاجة بصراحة حلوة جدا 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 وعجبتني جدا. وطبعا في براح هنا عشان البامبرز، ومش عارفة هلبسه بامبرز ونزل المية ولا مش علينا. بس فهو عجبني، سعره كان حوالي 55 جنيه، فسعره حلو جدا. يعني تاني حاجة بقى، انا كان نفسي اشتري اصلا، رايحة عشان اشتري صوت. اوكي، فما لقيتش صوت خالص. لقيت صوت قصدي، بس سعرهم يعني ما كانش حلو. بقى اقلبها عشان كنت لابسة الدريس ده، كنت بقيسه. الدريس دوت هو لارج، مش يعني هو المقاس بتاعه لارج، من ايه مش عارفة الماركة بتاعته اسمها ايه. anyway بصوا، هو فستان عادي يعني سيمبل عادي، بس هو فستان في البيت يعني انه قصير. اوكي، وده شكله. لو لقيت صورة للمانيكان او الموديل هحاول اطلع لكم الصورة هنا. طبعا الماتيريال بتاعه حلوه حلوه، ناعمه وطريه وقطن كده حلو قوي، فعجبني جدا. بصوا هو قصير يعني جه تحت الركبه بشويه، فانا كنت محتاجه ان انا اشتري حاجه زي كده. ومن فوق كده يعني صدره مفتوح شويه، والقامة بتاعه عادي. هو اسود سيمبل خالص، ساده، ما فيهوش اي نقشه. تفصيلته بس ان هو متدرج، وفي هنا يعني 3 مستويات تقريبا. واحلى حاجه فيه ان هو فيه جيب، فاحلى حاجه بجد، حلو جدا جدا وعجبني. ممكن يعني لو جبتي منه حاجه زي كده مثلا هلبسه، او هلبس عليه مثلا زي حزام كده لونه، او حزام لولي كده شكله حلو قوي. فتنسيقه حلو جدا. كان سعره 125 جنيه، او سعره 125 جنيه، فبصراحه حلو حلو وعجبني. وبس ده اللي اشتريته من بافلي، لان بصراحه الموديلات هناك ما عجبتنيش خالص. اللي انا جبتهم بقى النهارده، جبتهم من البيج اللي انا كنت شاريه منها الصوت بتاعه العيد الصغير. العيد الصغير، لا العيد الكبير، مش فاكره.
لا بجد مش فاكره الصوت اللي انتوا عارفينه دايما ودايما هطلع لكم ليها صور هنا. انا بحب جدا الصوت دي، وبصراحه لفيت كتير جدا عشان الاقي زيها تاني، ما لقيتش حتى عندهم برضو مبقاش فيه. فالنهارده رحت اشتريت حاجات كده ترندي شويه والوان ترندي ما لبستهاش قبل كده، مش هينفع اوريها لكم كده، لازم اوريها لكم واقول لكم. انا هصورها وهنزلها هنا كده اوكي، بس انا هوريها لكم دلوقتي. بصوا اول حاجه البودي دوت هو فري سايز اوكي، بصوا خامته حلوه جدا جدا جدا، الكم بتاعه شكله حلو بس محتاج يتشطف شويه عشان هو فيه بعض الحاجات البسيطه. حلو جدا الماتيريال بتاعته، يعني مش بتشف قوي، يعني انت مثلا لو لابساه لبس تحتي اي حاجه مش هتشف، انت لابساه وهتشف جسمك، فهو الماتيريال بتاعته حلوه جدا وعجبتني. مفتوح كده من الجنب فتحه صغيره، وده كان سعره متخيلين بخامته وشكله وتقفيله وكل حاجة. سعره كان 75 جنيه. I want it all. It all. اوكي. حلو عجبني اللون البرتقالي ده، ملبستش لون برتقالي قبل كده بصراحة. فنعمله مع بعض تنسيقات، وعايزين نشوف التنسيقات بتاعته طبعا على الانستجرام، هنزل كل تنسيقات الحاجات دي على الانستجرام ان شاء الله. ده التاني، ودي تعتبر تفصيلة تانية مختلفة شوية، لان الكم بتاعها ده واسع زي ما انتم شايفين. الكم بتاع دي لا ما كانش واسع، كان عادي كم نازل عادي اهوت، شايفين الكم ده عامل ازاي. الكم ده هوريكم الفرق، او هما واحد ولا ايه؟ لا حاسه ان هما مش واحد، استنوا اهو. لا مش واحد خالص، بصوا مش واحد خالص، في فرق كبير جدا. فده كمه اوسع، وده انا حبيته بصراحه جدا جدا. كان في منه اسود وفي منه، ممكن اجيب الاسود بصراحه، يعني ممكن انزل بكره اجيب الاسود، معرفش حاسه ان هو في اسود وفي كحلي، فانا ما جبتش الاسود ولا جبت الكحلي، انا جبت دوت كان معروض بره كده فجبته. بصوا شايفين شكله هنا كده تايجر، الماتيريال بتاعته حلوه قوي، كمه واسع وعجبني وستايله حلو تمام، وبرده نفس الفتحة اللي على الجنب، فشكله حلو وسعره 75 جنيه بس. فانتي ممكن تجيبي طقم، يعني انا جايبه ممكن تجيبي طقم 120 مثلا و75 مثلا، يعني واو 200 جنيه يا بنات، 200 الـ5 جنيه كمان، تقدري تشتريهم طقم. ليه بقول لك كده؟ لان انا اشتريت الجيب دي. فقبل ما اوريكم الجيب اشرب عصير. هتهوي عني شويه عشان المروحه مش شغاله. بصوا انا مش عايزه اقول انها غلطه ان انا عملتها، بس انا مش غلطه. انا اشتريت يا جماعه جيب بيضه، اشتريتها بيضه بالليسي زي ما انتم شايفين كده، هيطلع لكم برده كل تنسيقاتها هنا، انا هقدر احاول انسقها. وحجزت جيبه تانية كده لونها اسود، قول معايا اسود ايه اسمها ايه، انا عارفه نوع القماشه دي اسمها ايه، نسيت اسمها خالص. حجزت يعني جيبه تانية بصراحه، بس دي حلوه فيها هنا كده مكان لو انت عايزه تحطي حزام ولا حاجه كبير او صغير زي ما انت حابه، تقفلها حلوه قوي. كمان انا ما قستهاش لحد دلوقتي، فانا دلوقتي هقوم اقيسها وانزلكم بتنسيقاتها هنا. سعر الكتكوت دي حلو قوي، اهم حاجه في الجيبه دي انها ما بتشفش. يا لهوي اول ما شفتها قلت بس انا مش هشتريها عشان بتشف، ما بتشفش خالص، ما بتشفش يعني الجسم، فاهمين؟ بصوا ما بتشفش الجسم، تقيله. انت تبقي لابسه بنطلون تحتها اوريدي عادي، بس برضو ايه ده كان في بالي ان هي ما تكونش شفافه قوي. يعني خامتها حلوه تنفع شتوي وصيفي، فعجبتني جدا. دي كان سعرها 125 جنيه بس. فتقدري تجيبي جيب زي كده مع مثلا تيشرت زي كده تنسقيه مع بعض تعملي طقم ب 200 جنيه. فانت مثلا نازله الجامعه وعامله باكج لنفسك 1000 جنيه تشربيها هدوم مثلا، فانتي واو هتشتري 5 طقمة، او ممكن تشتري مثلا 3 طقمة كده، طقمة زي كده وتنسقين بتنسيقات مختلفة. وهوريكم التنسيقات دي بعدين ان شاء الله في فيديوهات تنسيقات ملابس الجامعة. وتقدري تشتري بقى الشوز والشنطة، والشوز والشنطة ان شاء الله برضو هوريكم اسعار حلوة جدا والطرح، عشان تبقوا انتوا كملتوا كده الاوتفيت كامل، وهبقى اعمل لكم فيديو كامل اوتفيت كامل من اماكن كتير تقدروا تشتروا منهم. ان الناس دي اكيد عندها اللي انا اشتريه، هو اسمه محل اسمه جاسمين ستور تقريبا، جاسمين ستور.
فالمحل دوت تقدروا ان شاء الله يكون في شحن، يعني يا رب يكون في شحن عشان انا مش عارفه مش متاكده. فانا هسيب لكم لينك الصفحه بتاعتهم، لينك جروب الواتس، تقدروا تخشوا عليه وتشوفوا حاجات كتيره بينزلوها. تقريبا كل ما بيشتروا حاجه بيروحوا منزلينها على طول على الجروب، بياخدوا رايكم في حاجات كتير انتوا حابين تشتروها ولا لا، ممكن تبعتوا لهم حاجات تجيبوها لكم. بس يا حلوين، ده كان فيديو النهارده، رب الفيديو يكون عجبكم، تكونوا انبسطتوا معايا. غيرت مودي جدا بصراحه، كنت هغير مودي اكتر وكنت اشتريت الميك اب اللي كان ناقصني، بس المحل طلع قافل النهارده. يلا ان شاء الله نشتري الميك اب قريب. ان شاء الله حاجات ناقصانا نقدر نشتريها قريب. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.